هما النهارده هيتكلموا في ايه؟ يعني هيتكلموا في ايه؟ هيتكلموا في المهر. هو ده بقى اللي انا خايفه منه. لا لا ما تخافيش، ابوكي كان عايز 50,000، انا قلت له لا امشيها 20 زي بعضه، 20 20. 20,000 مش كتير. هو ايه ده يا بنت اللي كتير يا بنت؟ انت عايزه اخدك بلاش؟ قال على راي المثل ملك ما غليها قال دفع دم قلبه فيها. ما دام موضوع الشقه اتحل يبقى تطمن يا حاج، ومش هنختلف على اي حاجه. شوف يا مصطفى بيه، انا وافقت على موضوع الشقه ده بس عشان خاطر ابنك نبيل لسه في اول السكه وبيقول يا هادي وعظمه طري. متشكر قوي يا عمي، ربنا ما يحرمنيش منك. طب مش نتكل على الله بقى ونقرا الفاتحه؟ طب مش نتكل على الله بقى ونتفق على المهر؟ ما انا قلت لك يا حاج مش هنختلف على اي حاجه. هو حضرتك عايز مهر قد ايه؟ يا ابني قولوا لي عايزين عفش قد ايه عشان اقدر اعمل حسبتي. هات يا بنتي حط. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، مش قلت لك انك عرفت تختار؟ عن اذنك. لا بابا دي نوفا نفيسه اخت سنيه. طيب وبعدين بقى؟ امال انا امتى هشوف العروسه؟ ان شاء الله بقى لما نقرا الفاتحه. طب وايه اللي معطلنا ما نقراها؟ نقرا ايه يا مصطفى بيه، انت بتنسى ولا ايه؟ مش الاول نتفق على المقايسه بتاعت العفش؟ طب يا حاج بدل ما نخليها مقايسة نخليها مناقصة وكل واحد منا يقدم العطا بتاعه، ولا ايه يا حاج؟ شوف يا مصطفى بيه، انت برضو مش هتقدر تغلبني، الحتة دي بتاعتي ملعبي. ايه ما علينا، نتكلم جد بقى. من عين صحابك نفر نفر، ومن عين اخواتك نظيرة بنت فاطمة، بهيرة بنت فاطمة، عبد الوهاب بن فاطمة. بهيرة بنت فاطمة قلتها قبل كده، من عين ابوك ومن عين امك فاطمة فاطمة فاطمة، ومن عين بطة بنت خالك، ومن عين فتحية. إلهي يا بنتي كل اللي شافك وما صلاش على النبي تترد عليه، عينه الوحشة ذا كانت وحشة والحلوة ذا كانت حلوة. إن شاء الله يا بنتي يا رب يجعل لك وشك القبول يا رب ويمشي لك موضوعك على خير. قادر يا كريم يا رب، أنت القادر يا رب وغيرك ما يقدر. امك بتحضر ارواح. ايه ده يا ماما بتعملي ايه؟ ايه عملتي ايه؟ سمعتي حاجه؟ شكلهم كده ايه اتفقوا. مش عارفه مبروك يا سنية. مبروك يا سنية. يا سلام، وما جيش عقبالكم؟ لا عقبالكم انتوا، انا شخصيا لسه بدري عليا، لازم الاول اخد الدكتوراه. انت ناقصه دكتوراه، انت من غير حاجه طول النهار بتدجي في حقن. ألف 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 مبروك يا بلبل. لا حقيقي صبرت ونرت. الله يبارك فيك يا أم لسان طويل وعقبالك يا رب. بس في المشمش أنا مش موافقة بقى إنهم ينزلوا لوحدهم يشتروا العفش، ده ذوقهم بلدي قوي. أنت ما شفتيش يا ماما لبسهم عامل إزاي؟ ده أنا أصحابي يوم عيد ميلادي اتريقوا عليهم تريقة. هو أنت ما حلتكيش غير الجملة دي؟ ده تلاقي أصحابك كانوا غيرانين منهم، ده اللي هتورثوا كل واحدة فيهم يشتري حي الزمالك باللي فيه. طبعا يا عم، ما انت من دلوقتي هتبتدي تتكلم بالملايين. خلينا في المهم، احنا هنسيبهم كده يروحوا يشتروا العفش لوحدهم؟ اه يا ماما صحيح، يا ريت حضرتك تنزلي معاهم وتلاقي العفش اللي على ذوقك انت. مش لما نشوف الشقه ونعينها ونعرف ايه العفش اللي يناسبها؟ ايوه صحيح، ده احنا حتى ما سالناش الشقه دي فين. امال كنتوا بتتكلموا في ايه فوق؟ انا من رايي يا ماما ان حضرتك بكره تاخدي ميرفت وتطلعوا تقعدوا مع الحاجه وتنسقوا مع بعض. حلوة قوي تنسقوا دي مع بعض، انت كلامك بقى كله منسق.